السلام عليكم متابعين قناة رضا الدسوقي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل خطاب أو رسالة موجهة لأي جهة معينة عن طريق الوورد، مايكروسوفت وورد. تمام، النهاردة هنتكلم ازاي ان احنا ننسق الخطوط، ازاي ان احنا نعمل خطاب منسق وجميل، ازاي ان احنا نكتب على الوورد او ان احنا نعمل خطابات جميلة على الوورد. كتير مننا ممكن ما يعرفش الموضوع ده، وكتير جدا ممكن ما يعرفش التنسيقات الخاصة بالوورد. خلينا نعمل الدرس ده عشان خاطر الناس كلها تستفاد. تابعوا معايا اللي جاي. اهلا وسهلا بكم مرة تانية. دلوقتي احنا هنروح على الوورد وهنفتح صفحة وورد جديدة. تمام، عندنا الوورد بالشكل ده، وهنصغر العرض بتاعه بحيث ان احنا نبقى شايفين احنا بنعمل ايه وبنشتغل ازاي. طبعا هنا عندنا المؤشر ناحية اليسار، ازاي ان انا هخلي المؤشر بتاع ناحية اليمين عشان انا هكتب باللغة العربية. هضغط كنترول وشيفت، تمام، واحول اللغة بتاعتي للعربي، الت وشيفت يمين. كده انا هبدأ الخطاب بتاعي، وهبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، وهبدأ مثلا موجه الخطاب بتاعي الى شركة، مثلا الى السيد فلان الفلاني مدير شركة الحديد والصلب مثلا، طبعا هاجي من تحت اقول له تحية طيبة وبعد. هكتب الكلام بتاعي كله، وهبدأ السطر بتاعي بسيب مسافتين كده، بحيث ان انا لما ابدأ السطر بتاعي يكون عندي المسافتين دول، او بدوس مسطرة مسافات، بدوس خطوتين لقدام بحيث ان انا يبقى عندي مسافة، ان انا لو كتبت حاجة في السطر ده، السطر اللي تحت منه بيكون عندي بداية السطر بتاعي بتكون من البداية ناحية اليمين. تمام، هاجي في التنسيق بتاعي ان انا هحدد الحاجة اللي انا عايز انسقها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، المفروض ان هي بتكون في نص الصفحة. طيب انا عندي حلين او عندي اكتر من خيار، ان انا بدوس كنترول اي من لوحة المفاتيح، يا اما بضغط على العلامة دي، وهنا بيظهر لي برضو كنترول اي الخيار بتاعها او الاختصار بتاعها. تمام، ببدأ في التكبير. انا عندي برضو من لوحة المفاتيح اختصارات كتير، ان انا اكبر واصغر من لوحة المفاتيح، وفي نفس الوقت عندي هنا كنترول اي دال او كنترول جيم، تكبير او تصغير. طيب بضغط هنا وببدأ اكبر، وبعمل الخط بتاعي بولت. تمام، برضو كنترول بي لو عايز الخط مايل، كنترول اي لو عايز تحت خط، كنترول واي. طبعا كل الكلام ده اختصارات موجودة، لو وقفت على الخانة نفسها او التطبيق نفسه هيدي لك الاختصار بتاعه في لوحة المفاتيح. تمام، هبدأ برضو نفس الموضوع، هكبر الخط بتاعي وهعمل بولد. تمام، وهخلي الفونت بتاعي يكون محدد. لو عندي علامة حمراء زي كده بيقول لي ان في خطأ في الكلمة، بقف عليها كليك يمين وبختار التصحيح بتاعها. كذلك برضو الى عايز يديني همزة او الياء تحتها نقطتين على حسب التصحيح بتاعها، زي هنا تحية طيبة. طبعا المفروض في ته مربوطة هنا، لو انا عملتها هيغير الشكل بتاعي. تمام، في عند الترويسة بتاعتي بتكون من هنا، او الليتر هيد بيكون بتاعي هنا. لو انا دوست دبل كليك هنا، ده الليتر هيد للشركات اللي هي بيبقى عندها الليتر هيد محطوط هنا، او مثلا ان هي بتشتغل بالليتر هيد والفوتر تحت. تمام، بتسيب المسافات ديت، بتخلي الكتابة بتاعتك دايما تحت كام سنتي كده من فوق، عشان تعرف يبقى لو في ليتر هيد هيطبع معاك في المسافة دي، بيبقى ليه مسافة معينة. كذلك الامر ما تخليش الصفحة بتاعتك للاخر خالص، بيكون عندك مسافات زي كده. تمام، كل ده كان درس النهاردة في طريقة عمل خطاب أو رسالة موجهة لشركة معينة.
تنسيق طبعا زي ما انت عايز تنسق بتنسق. لو انا عايز اعمل برواز كمان هقول لكم ازاي. تمام، بخش الباك لاوت هنا، بخش باك لاوت. تمام، باخد الباش بورد وبختار الخط البرواز اللي انا محتاجه، ومن هنا بوكس اهي. تمام، ومن هنا بختار شكل البرواز بتاعي، فهو بيعمل لي الفيو هنا او العرض البريفيو بتاعي، بقول له اوكي ويبدأ يديني برواز وشكل جمالي للصفحة بتاعتي او الخطاب بتاعي. تمام، لو في باك جراوند برضو بخلي الصفحة لونها احمر لونها اصفر، طبعا العرض باين قدامكم كل ده لو حابب تعدل عليه. وده كان درس النهاردة من قناة رضا الدسوقي، تابعوني لو في اي جديد ومستني تعليقاتكم. لو حد مش فاهم برنامج معين او عايز يتعلم شرح لطريقة برنامج معين اكتب لي في التعليقات، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك معنا في القناة، وانتظروا كل يوم جديد. اترككم في رعاية الله.